صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى بضعتك المظلومة المقهورة صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما كسد طول الدهر ثوب المصائب مصائب رقى من غالب أي غارب فيا يا لك من رزء أطل بروعة وأضرم نار الحزن بين الجوانب غدا أصاب الدين سيف ابن ملجم وارداع عليا خير ما هايا هايا يا شن وراك بي وراح عليه الروح جبريل ناعيا وصدق شرقا غربا بالمشايا وظلت يتام المسلمين نوادبا
تحن علينا اليعملات السواها المرتضى يا هو المرتضى يا 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 هو المرتضى في نعشه يحملونه من عرش داره في فوق المنايا وهو في محرابه طاوي الأحشاء عن ماء حسين يا ابو حسين هل الدنيا غريب ويا ابو حسين الدنيا غريب يتامى وعقبك لا عدنا رصيد لا عدنا يا زينب ويلي انا يا ياس والله ضيم هضيم انا صير من زغر يتيم والناح من عقبك لجيم اثار الابو يا ناس خيم خيم يفي على بناته وحريم يا يفي على بناته يا وحريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون السابقون أولئك المقربون. كان سابقا في إيمانه، سابقا في تقواه، سابقا في ورعه، سابقا في زهده، سابقا في عدالته ومساواته وقضائه بين الناس، بعلمه بفكره بعطائه، كان سابقا في كل شيء. كل الأبواب أغلقت وسدت، كل الأبواب بأمر الله وبرسوله، إلا باب علي بن أمير المؤمنين. هو باب مدينة علم رسول الله، هو الذي قال عنه رسول الله: أعلمكم علي، أقضاكم علي، أعدلكم علي. علي بن أبي طالب هو ذلك الإنسان الذي سخر كل لحظاته من أجل الله تبارك وتعالى، حتى قال له الأصبغ بن نبات لما نظر إلى أمير المؤمنين نام ساعة في الليل وقام إلى العبادة: يا أمير المؤمنين ألا تحتاج إلى راحة؟ قال: يا أصبغ، إن نمت الليل ضيعت ربي، وإن نمت النهار ضيعت رعيتي. نظر في كل لحظاته في كل ساعاته لله تبارك وتعالى. يقول أيضا الأصبغ بن نبات في وقت القيض، وقت الحر الشديد: مررت على دار أمير المؤمنين، هو عائد من المسجد،
رأيت الإمام جالس على باب داره، لم يدخل إلى الدار، وضع رأسه على ركبته ويستريح قليلا. قلت يا أمير المؤمنين لا تحتاج إلى الراحة، ادخل داخل الدار. قال يا أصبغ، إن دخلت إلى الدار وجاءني صاحب حاجة وجدني داخل الدار لا يطلب مني حاجته. هذا أمير المؤمنين، هذا علي بن أبي طالب في غدير قم بايعه 120,000 من الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه في حجة الوداع. إذن ماذا جرى؟ ماذا جرى لعلي؟ كل هذه الصفات، كل هذه الامتيازات، كل هذه الدرجات، تصريح القرآن إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. القرآن يصرح ببليغ كلامه، يقول أن الولاية من بعد الله، من بعد رسول الله لعلي بن أبي طالب. القرآن يصرح أن علي بن أبي طالب هو نفس رسول الله، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. الفخر الرازي كبير علماء السنة في كتاب التفسير الكبير في تفسير هذه الآية يقول أن النفس الرسول هو علي بن أبي طالب. إذن أيها المسلمون، ماذا جرى؟ أين هو علي بن أبي طالب؟ لماذا في 4 سنوات 3 حروب مدمرة خاضها الإمام أمير المؤمنين؟ من الذين خاضوا هذه الحروب على علي بن أبي طالب؟ أيها المسلم، ألا يستدعي ذلك تفكيراً، تأملاً، مراجعةً؟ تارة الإمام يدخل في حرب ضد اليهود، ضد النصارى، ضد الروم، في قتال مع دول أخرى، ولكن لماذا هذا الاقتتال الداخلي ضد علي بن أبي طالب؟ وهذه الفترة الزمنية ما صارت منذ رحيل رسول الله إلى تولي الإمام أمير المؤمنين الخلافة، ما صار هذا الشيء. شنو اللي صار بالمسلمين؟ لماذا انقلبوا على علي بن أبي طالب؟ هل انقلبوا على شخص علي، أم أنهم انقلبوا على القرآن؟ ألم يقل الرجل لما سمع صوت الرسول وصوت المؤذن ينادي أشهد أن محمد رسول الله، ألم يقل هذا الرجل لا والله إلا دفنا دفنا؟ 3 مرات كرر هذه الكلمة. إذن أين هي المشكلة؟ اليوم كلما تمر الأيام، كلما على الإنسان المسلم المؤمن اليوم في عالم، عليك أنت الإنسان، سيما أقول للشباب، أن تكون على بصيرة من أمرك. علي بن أبي طالب باب مدينة علم رسول الله، سد كل الأبواب إلا باب علي. علي بن أبي طالب، ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، يعني ضربة لعلي في يوم الخندق على عمرو بن عبد ود رسول الله يقول أفضل من عبادة الثقلين، يعني أفضل من عبادة الجن والإنس. منذ أن خلق الله آدم وإلى يوم القيامة، كل عبد، كل إنسان يعبد الله، ضربة علي أفضل منه. يقول الإمام باقر عليه السلام، يقول وأفضل منا أيضا. شنو هذه الضربة؟ أيها الناس، أيها المسلمون، إذا كانت ضربة لعلي أفضل من عبادة الثقلين، إذا كان رسول الله يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي، إذا كان رسول الله يقول علي مع الحق والحق مع علي، لماذا وقفوا أمام الإمام أمير المؤمنين؟ لماذا صدوا علي بن أبي طالب؟ لماذا هذه المعركة جاءوا بالحطب والنار وضعوا على بيت فاطمة؟ هذا البيت اللي رسول الله ما سد الباب، هذه الباب التي لما رسول الله نزلت آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، رواية عندنا 6 أشهر ورواية 7 أشهر ورواية 9 أشهر، رسول الله يمر من هذا المكان لا يدخل إلى الباب ولا يدخل إلى الدار، يطرق الباب يقرأ هذه الآية
يعني الناس ما عندهم ضمير، ما عندهم وجدان، ألم ينظروا إلى رسول الله؟ هذه الباب اللي رسول الله ما كان يدخلها. في مرة انتظر ما سمع جوابا، طرق الباب ما سمع جواب، بعد ساعة خرج الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. رسول الله صار يلعب مع حفيده الإمام الحسن. بعد ساعة خرجت أمنا فاطمة، قالت التفتت أن رسول الله جاي الباب وداق الباب وهو مو سامعين، قالت أبا يا رسول الله البيت بيتك والكريمة ابنتك، بعد ليش أنت لما ندق الباب بعد ادخل إلى الدار، لماذا لم تدخل؟ اسمعوا جيدا، قال رسول الله بني فاطمة إن الله، الأمر مو بيدي أنا، مع أنه عند صلاحية التصرف، إن الله يا بني يا فاطمة أمرني ألا أدخل الدار إلا باستئذان. واضحة المعادلة، واضحة. أولا الأبواب كلها غلقت إلا باب فاطمة، الباب هذا لازم ما تدخل إلا باستئذان. كيف يتجرؤون ويحرقون باب فاطمة؟ شنو هذه المعادلة؟ كيف يتجرؤون يأخذون الإمام أمير المؤمنين إلى المسجد وفاطمة ابنة رسول الله تأخذ بيد الحسن والحسين وقد أسقطت الجنين؟ واليوم المرأة تعرف، المرأة اللي تسقط الجنين ما تقدر تتحرك من مكانها، ولكن قامت من مكانها، ذهبت إلى المسجد. هذه الرواية اللي سامعيها سلمان يقول فوالله نظرت إلى جدران المسجد انفصلت من الأرض، صارت ولاية تكوينية، لأن الله، لأن الرواية عن رسول الله يا فاطمة أن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك. يعني بني فاطمة إذا أنت غضبت الله يغضب، إذا غضب الله معادلات الكون كلها ترتطم بالآخر. شنو اللي صار؟ شوف المعادلة. فقال أمير المؤمنين يا سلمان قل لفاطمة قل لابنة محمد إن أباك كان رحمة فلا تكوني نقمة. راح سلمان هو يقول مقدار رجل يمر من تحت الجدار، يعني أكثر من متر كان الجدار مرتفع من الأرض. الناس ما عندهم فهم، ما عندهم عقل، مو قاعد يشوفون. ماذا جرى على فاطمة؟ هذا الجدار انفصل عن الأرض، يعني ماذا؟ يعني هذه خيانة عظمى تجري على أمير المؤمنين. ذهب سلمان قال يا بنت رسول الله إن أباك كان رحمة فلا تكوني نقمة، أنا أدري هذول غلطانين بس شوية شوية. قالت يا سلمان، شوف فاطمة هي الصديقة الكبرى، هي الصادقة المصدقة، هي المرأة المعصومة. قالت يا سلمان يريدون قتل بعلي. يعني شنو يريدون قتل بعلي؟ ما فكرت؟ احنا هالكلمات نقراها بالمصيبة ومر، اقعد فكر يعني شنو يريدون قتل بعلي؟ شنو كان الموضوع؟ شنو القصة كانت؟ ماذا كان يريدون من الإمام أمير المؤمنين؟ شنو كانت المعادلة؟ فتلاحظ كل هذه الأمور لماذا؟ من أجل أي شيء؟ شنو المعادلة كانت؟ ليش الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ضحى بدمه وبنسائه وبأهل بيته؟ ترى مو سهل، احنا في تاريخ أهل البيت ما عندنا هذا الشيء، أن السيدة زينب على مكانتها مسبية من بلد إلى بلد ويوم ويومين، ترى هذا على أهل البيت جدا صعب، ولكن الدين كان متوقف. لولا دماء الإمام الحسين والله ما كنتم تسمعون أشهد أن لا إله إلا الله، لولا دماء الإمام الحسين والله ما كنتم تنظرون إلى مصل واحد، لولا دماء الإمام الحسين لما كان مسجد في الأرض. كل ما في الدنيا لكل، على كل مسلم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه الحق. فإذا شنو كانت المعادلة؟ المعادلة أرادوا أن يقضوا على دين الله. لذلك علي بن أبي طالب تحمل وصبر وتألم وتحمل كل هذه المحن والمصائب، لماذا؟ لأن المعادلة اللي كان عند علي بن أبي طالب تختلف عن معادلتي ومعادلتك. إحنا نظرتنا دنيوية، خلينا نقول نظرتنا مادية، ولو الإنسان مخلوق بعامل سماوي وهو النور، وعامل سماوي وهو روح الله، وعامل أرضي قبضة من تراب الأرض، نعم هذا موجود، هذا الأمر موجود، ولكن نحن البشر من نتعامل بالجانب الذي هو نفخة من روح الله، نتعامل مع المادة، نهتم بملابسنا وأكلنا ونومنا، وهذه حياتنا المادية، هذه الحياة المادية. ولكن المقاييس عند الإمام أمير المؤمنين تختلف.
علي بن أبي طالب كان ينظر إلى الحياة بنظرة مغايرة عن هذه النظرة اللي إحنا نعيش فيها، هذه النظرة اللي إحنا نتعامل فيها. أمير المؤمنين كان ينظر بنظرة أخرى حتى تعامله مع الآخرين. أسألك سؤال، هذه خطب الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة، في غرر الحكم ودرر الكلم، هذه خطب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أنتم سامعين أن علي بن أبي طالب خطب في عهد رسول الله؟ سامعين؟ أبدا. انظروا في تاريخ الإمام أمير المؤمنين، كل هذه الخطب اللي موجودة للإمام أمير المؤمنين ما خطبها في عهد رسول الله أبدا، كل هذه الخطب بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي أدب هذا؟ يقول الإمام أمير المؤمنين أنا عبد من عبيد محمد. هكذا كان الإمام، هكذا كان يتعامل مع رسول الله في عهد رسول الله، يعني 33 سنة الإمام أمير المؤمنين لم يخطب خطبة واحدة، لم يتكلم بجملة واحدة، كل هذه الكلمات للإمام كانت بعد رحيل رسول الله. أي أدب هذا للإمام؟ بعدين روح في مجال آخر، اليوم عسكرياً، اليوم لما قتال ومعركة، بل المعركة هي القتال خدعة، هذا واضح الكل، كل عسكري تسأله أنت اليوم يقول لك في المواجهة وفي القتال القتال خدعة، هذا أمر واقع. ولكن ماذا جرى لعلي في حرب صفين؟ أهل الشام أول ما استولوا أجوا إلى الفرات، استولوا على الفرات، قطعوا الماء على الإمام أمير المؤمنين وعلى جيشه، أرادوا أن يقتلوا علي بن أبي طالب وجيشه عطشا. الجيش اللي ما يشرب وما يأكل يقدر يعيش؟ يقدر يقاتل؟ يوم يومين ينتهي الجيش هذا. كان معسكر الشام أرادوا أن يقضوا ويقتلوا الإمام أمير المؤمنين وجيشه بالعطش. جيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه هجم على جيش الشام، أزاله من الفرات، وصلوا إلى الماء. ثم قال الإمام افتحوا المجال لهم. أصحاب الإمام قالوا يا أمير المؤمنين منعونا من الفرات، أرادوا أن يقتلونا عطشا. قالوا هم يعملون هكذا ولكن نحن لا نعمل بأمرهم، افتحوا المجال، افتح المجال. فتحوا لهم المجال، نصف الماء أخذ جيش الإمام وأعطى النصف الآخر لأتباع الشام. شو تسمي هذا المنطق؟ هذا وين ترى المنطق؟ تراه في كربلاء أيضا لما وصلوا الحر مع جيش 1000 واحد. 1000 واحد تصور ايش كثر يحتاجوا الماء. الإمام ما كان على الفرات، الإمام كان حامل الماء بقرب. قال اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا، يعني مو بس القوم اسقوهم ماء، حتى الخيل رشوا عليهم ماء. وصلوا الى كربلاء منعوا عليهم الماء. هذه معركة قيم إنسانية، مبدأ. هذه المدرسة، مدرسة الإمام أمير المؤمنين، تعلم من علي بن أبي طالب واقع اللي احنا ما نجد لا في الحكام ولا في عالم الأمس ولا اليوم. شوف الرواية تقول عبيد الله ابن الحر كان رجلا من أصحاب الإمام أمير المؤمنين وكان يقاتل في صفين. في وسط المعركة هذا الرجل وصلت إليه أموال من الشام، وإذا به ليلا يتوجه إلى المعسكر الآخر يترك الإمام أمير المؤمنين. طبيعي، هذا خيانة. في وسط المعركة في قمة المعارك يروح إلى الطرف الآخر ويدلي لهم بأسرار معسكر الإمام أمير المؤمنين من أجل المال. هذا اليوم بالعالم كله، هذا مو يسمو جاسوس؟ هذا بالعالم شنو حكم الخائن؟ إعدام. نظام عالم اليوم كله هذا حكمه الإعدام. ذهب إلى ذلك المعسكر إلى الشام وأبدى كثير، أخذ الكثير من المعلومات أعطاه لهؤلاء الناس، بقي معهم. رجع الإمام أمير المؤمنين، هو رجل كان من الكوفة، عبيد الله بن الحر رجل كان من الكوفة، وصل خبر إلى زوجته. زوجته وين موجودة؟ بالكوفة. وصل خبر إلها أنه زوجك قتل في المعركة. المرأة أخذت العدة وبعد العدة تزوجت أيضا. بعد فترة هذا الرجل بالشام سمع أن امرأته تزوجت. شنو القصة؟ شلون تزوجت؟ فتسلل ليلا، التاريخ هكذا يقول، تسلل ليلا من الشام توجه إلى الكوفة، يطول الليل بالنهار. تدري دمشق والكوفة مسافة بعيدة، يعني أيام عديدة. إلى أن وصل ليلا دخل إلى
الكوفة، راح إلى بيته دق الباب، طلع زوجته لابس حجاب، خير تفضل. قال مو أنت زوجتي؟ قالت أنا ما أدري، وصل لي خبر أنه متت أنت، وأنا أخذت عدة وعدة الوفاة، وأنت الآن مو زوجي. يلا أرجع. رجعت راح وين يروح؟ إلى أين يذهب؟ هذا الرجل اللي عليه حكم الإعدام، هذا الرجل الذي خان الإمام أمير المؤمنين، خانه مو في مكان عادي، في معركة، في معركة طاحنة، اللي في ليلة الهرير، اللي يسموها ليلة الهرير لشدة البرد، شدة البرد كان في ذيك الليلة في حرب صفين. بالليل الإمام كلما كان يقتل إنسان كان تسمع له تكبيرة يقول الله أكبر، أكثر من 500 تكبيرة سمعت لأمير المؤمنين في تلك الليلة. أكثر من 500 تكبيرة، يعني شوف الإمام كم واحد في ذاك البرد القارس، وبالليل قتلهم أمير المؤمنين. حتى تعرف أنت الموالي، شوف إمامك شجاعته، لازم عندك هالشجاعة، عندك هالبأس، عندك هالقوة، هالثبات، هالاستمرارية. علي بن أبي طالب ما يريد واحد ضعيف، ما يريد واحد يخاف. علي بن أبي طالب يقول إذا خفت شيئا فقع فيه، خلي يكون عندك صلابة بالموقف وقوة وبأس. وما عندنا بتاريخ التشيع منذ كان عهد أمير المؤمنين إلى الآن، إلى الآن ما عنده شيء اسمه تراجع، وإنما قوة. متهور، انتبه، هذا يختلف، متهور مو عدم عقلانية، لا، بحكمة وعقلانية وقوة وبأس. هكذا كان أمير المؤمنين. هسه هذا صاحبنا شو يسوي؟ وين يروح؟ يتكلم مع منو؟ إلى أين يلجأ؟ مرته راحت وبيته راح، عياله راحوا، شو يسوي؟ دخل على أمير المؤمنين منكس الرأس، منكس الرأس، مدنج رازه، دخل عند الإمام، قال له الإمام عبيد الله الخائن، تخوني أنت في المعركة؟ قال يا أمير المؤمنين أنا جئت إليك وأنت رجل عدل وإنصاف، عندي مشكلة. قال قل، شنو هي مشكلتك؟ يا أمير المؤمنين أنا في تلك المعركة ذهبت إلى الشام، زوجتي وصل إلها خبر أنني ميت، وهذه ما أخذ العدة ومتزوجة، الآن أريد زوجتي، ماذا أصنع؟ الإمام المفروض شو يسوي له الآن؟ يا زوجة، يا أي شيء، أنت إنسان خائن، أنت عليك الإعدام. تركه الإمام أمير المؤمنين، نادى بزوجته وبزوجها الجديد، إجا قال لها الحكم أنه لازم هذا الرجل تتركينه وترجعين إلى زوجك الأول، وأرجعها إلى زوجها الأول، وهذا الإنسان الخائن. هذا علي بن أبي طالب، هذه مدرسة الإمام أمير المؤمنين. وين تلقى المدرسة هذه؟ وين تلقى المبدأ هذا؟ وين الإنسان حتى إذا توجه إلى علي، توجه إلى أمير المؤمنين، توجه إلى علي بن أبي طالب، اللي لما وصل مع رسول الله إلى، وصل إلى مكة في فتح مكة، الرواية تقول علي بن أبي طالب في أول الأمر رسول الله وقف على كتفه، ولكن ثقل النبوة والإمامة التي كانت لرسول الله، قال يا رسول الله ما أتحمل. نزل رسول الله، علي أمير، من يتجرأ أن يصعد على كتف رسول الله غير علي بن أبي طالب؟ لأن علي بن أبي طالب هو نفس رسول الله. بعد هذا اللي ما يتبع علي بن أبي طالب شو تقول عنه؟ شو تقول عنه؟ يعني علي بن أبي طالب على هالمكانة وهالمنزلة تراه أنه صعد على كتف رسول الله، قال كنت أتمكن أن أنال نجوم السماء بيدي. شنو هالمنزل؟ هالمكان الكرامة لمن؟ أعطاها الله تبارك وتعالى لأمير المؤمنين، أعطاها لعلي بن أبي طالب. مو بس هذا، لأن موازين الإمام أمير المؤمنين تختلف عن موازيننا. حتى الإنسان اللي يروح على علي بن أبي طالب، شنو هذول الناس اللي يتوسلون بأمير المؤمنين وعلي بن أبي طالب يقضي حوائجهم؟ لأنه عنده حق عند الإمام؟ أبدا. لن يطلب الإمام شيء؟ أبدا. شنو هذا العطاء؟ شنو هذا العطاء اللي كان لعلي بن أبي طالب اللي وصل للعالم كله؟ شنو هالتضحية اللي كانت لعلي بن أبي طالب اللي رب العالمين أعطى لعلي هذه المنزلة؟ أبو سعيد الخدري
يقول: كنت عند رسول الله وعند علي بن أبي طالب، رسول الله يصلي وعلي يصلي، رسول الله يصلي رفع يده إلى السماء قال: اللهم إني أسألك بحق علي بن أبي طالب لا ما غفرت للمذنبين من أمتي. يقول: دخلت على علي رفع يده إلى السماء يقول: إلهي أقسم عليك بحق رسول الله إلا ما غفرت للمذنبين من شيعتي. في هذه الحالة رسول الله شاف هذا أبو سعيد شوية لونه تغير، الرسول خلص صلاة التفت إليه قال: يا أبا سعيد أكفر بعد إيمان؟ ماش فيك؟ شنو اللي صار؟ قال: يا رسول الله يعني أنا بعد فصلت ما قاعد أفهم. قال له: شنو صاير؟ قال له: شو أدخل على علي بن أبي طالب يقسم الله بحقك، أدخل عليك أنت، أنت تقسم الله بحق علي، عرفنا علي بن أبي طالب يقسم الله بحقك، أنت رسول الله وأفضل الخلق، ولكن أنت تقسم على الله بحق علي؟ قال يا رجل، أنا وعلي خلقنا من نور واحد. فكل هذه المنزلة، كل هذه الدرجة إنما جعلها الله تبارك وتعالى لأمير المؤمنين. لماذا؟ شنو السبب؟ أن علي بن أبي طالب في طريقه إلى صفين يمر بمكان يشوف دير لرهب لواحد نصراني، دير لراهب ينظر إليه على الجبل يقول لجماعته لأصحابه: روحوا اسألوا هذا الدير في هذه المنطقة، ضر بهم العطش، أكو هنالك ماء قريب في المنطقة القريبة. راحوا عنده قال لهم: فرسخين إذن شلون ومسافة بعيدة؟ قال الإمام: احفروا هنا. يعني الإمام يعلم بس يرد يقول: أنت علمكم البشر ولا ولا شيء، شوف العلم اللي كان لعلي بن أبي طالب. قال: احفروا هنا. حفروا حفروا حفروا، هذا الراهب يجي قال: ماكو ماي في هذا المكان. الإمام التفت إليه، حفروا حفروا وصلوا إلى صخرة صماء في الرواية. صخرة صماء يعني كل ما يضربون بها المعاول ما تعمل المعاول، كل ما رادوا يحركوها ما قدروا. الإمام قال لهم: طلعوا برا طلعوا طلعوا. دخل أمير المؤمنين خلى إذا جوا الصخرة طلعها برا. مو مسك الإمام، مو شالها، هو الإمام خلى إيده قذفها خارج المكان، شربوا من ذلك الماء ماء زلالا. إجا هذا الراهب النصراني أيها المسلمون، رجل مسيحي نصراني ينظر إلى الحق فيتمسك بالحق، رجل نصراني راهب راهد يعني عابد من النصارى تمسك بالحق. يقول جاء إليه قال له: أنت نبي؟ قال: لا. قال: أنت من الملائكة؟ قال: لا. قال: من أنت؟ شلون اللي عندك هذه القدرة؟ من أنت لك هذه القدرة؟ قال: أنا وصي محمد بن عبد الله. قال: أنا قرأت في كتب رجالاتنا وآبائي وأجدادي أن في هذا المكان هنالك صخرة وماء لا يتمكن على فتحها وعلى قلعها إلا ولي من أولياء الله، جئت إلى هذا المكان، بنيت هذا الدير لكي أرى من هو ذلك الرجل لكي أسلم على يدي، فأسلم على يدي أمير المؤمنين. واستشهد مع الإمام أمير المؤمنين في حرب صفين بين ليلة وضحاها. الله نور قلبه مثل وهب في كربلاء، الله نور قلبه. لذلك الإنسان إذا ما يتنور بعلي بن أبي طالب أكو شيء، أكو شيء. لماذا لا يتنور الإنسان هذا النور؟ الإنسان المخالف لما ينظر إلى نور أمير المؤمنين، ينظر إلى هذه الصفات هذه المزايا. السابقون السابقون، يا ناس يا عالم، من أسبق الناس إلى رسول الله، إلى القرآن، إلى الله، إلى الجنة، إلى النور غير علي بن أبي طالب؟ كل هذه الصفات موجودة في حق الإمام أمير المؤمنين وعلي بن أبي طالب. شوف ترى حتى الإنسان، كثير من الناس اللي يتوجهون لأمير المؤمنين لتتصور عنده حق على الإمام، لا ما عنده حق على الإمام، ولكن يتوجه إليه. هسه واحد أنت قاعد في هذا المكان، قل: السلام عليك يا أمير المؤمنين. أنت قاعد، هذا السلام يرده عليك أمير المؤمنين.
المؤمنين. بس أنا سمعي ما تشتغل، لأنه هذا السمع سمع هذه دنيوية، لأن هذه الأذن أيها الشباب الأذن التي تستمع إلى الغناء لا تسمع صوت علي بن أبي طالب، الأذن التي تستمع إلى الغيبة والتهمة والنميمة والكذب هذه الأذن لا تسمع ولا صوت علي بن أبي طالب. إذن من يسمع هذا الصوت؟ من اللي يلتفت إلى أمير المؤمنين؟ من اللي يكون في محضر أمير المؤمنين؟ يكون عندك مقام، يكون عندك شرف، تقدر اليوم هذه الليلة اليوم تقدر اليوم توصل هذا القرار بينك وبين علي. ترى حرامات شبابنا، والله حرامات، ما ندري الله ايش كثر معطينا عمر. يا شباب تعال الليلة ابدأ عهد مع علي بن أبي طالب، مو هذا إمامك؟ وش تريد من أمير المؤمنين؟ شنو عندك حاجة؟ شنو عندك هم؟ شنو عندك غم؟ شنو عندك أزمة؟ والله أمير المؤمنين يتكفل بها. ذاك الرجل يدخل على شاه عباس، السلطان شاه عباس تدري كان رجل هو حاكم شيعي، كان دخل عليه رجل شاعر أنشد أبياتا في حق الإمام أمير المؤمنين، هو أنشد أبيات ويريد الصلة. شاه عباس ذاك الوقت كان عنده مشاكل وأزمات داخلية وكان في حالة غضب، التفت الرجل إليه قال أعطني صلتي، قال خذ صلتك من علي بن أبي طالب، هو الأبيات أنشدها في حق الإمام علي، قال خذها من علي بن أبي طالب. الرجل زعل راد يطلع برا، قال له تعال أنا أعطيك الصلة، قال له ما أريد الصلة، قال تعال أنا أعطيك كم تريد، قال لا أريد منك، أذهب إلى علي أمير المؤمنين. هذا الإخلاص، اسمعني، يوم اللي تروح إلى أمير المؤمنين، يوم اللي تتوجه إلى أهل البيت توجه بإخلاص بصدق نية. وشوف إذا دقيت الباب واستأذنت، ونستأذن إحنا من الله، نستأذن من الله، من رسول الله، من الملائكة، من الأئمة، لما ندخل على إمام أستأذن من الله، أدخل يا الله، أدخل يا رسول الله، أدخل يا ملائكة الله. يعني إش كثر المكان إلى قدسية وإلى مكانه، إش كثر الإنسان يحتاج إلى توفيق، إش كثر إحنا نحتاج يا شباب، إش كثر نحتاج نرتبط بأهل البيت. ترى ارتباطنا جدا ضعيف، يحتاج على طيلة أيام السنة يكون عندي علاقة وثيقة مع أمير المؤمنين، مع أهل البيت، بسلوكي، بأعمالي. بالله عليك إذا أنا أشوف مسلسل بالليل وبعدين شلون عندي علاقة مع علي بن أبي طالب؟ إذا إنسان أنا أكل مال حرام نعوذ بالله، شلون أنا أكون وليا لعلي بن أبي طالب؟ إذا قاطع العلاقة مع رحمي، مع أختي، مع أخوي، مع أعمامي، مع أخوالي، إذا عندي مشاكل هكذا مع الناس وأنا قريب من علي بن أبي طالب، قاطع صلة الرحم، شلون يكون قريب من علي بن أبي طالب؟ لذلك هذا الرجل، شوف الصدق، خرج من ذلك البلد توجه حافيا إلى أمير المؤمنين. ترى اليوم الآن اطلع من الحسينية وروح إلى بيتك حافي، شوف تقدر؟ جدا صعب، ولكن شوف الإنسان اللي عنده نية وعنده هدف، ذهب حافيا، تحمل مشقة الطريق وأيام الطريق، توجه مشى مشى، وصل إلى النجف ليلا، توجه مباشرة بذلك تلك الثياب الرثة بذلك الوضع، توجه إلى حرم أمير المؤمنين، وقف عنده، قال يا علي جئت آخذ صلتي منك. هالطريق هذا كله نادي عليا مظهر العجائب، اسمع الكلمة، شوف، نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي. هو هذا يا علي لما نصيح تدخل السرور على قلب أمير المؤمنين، لأن الإمام يدري بك أنت صادق، يدري بي إيمانك وولائك وانتمائك. شوف الرواية يقول بقى هناك بالليل شلت شلبة المعيدي مثل ما يقولون، مسك الضرع قال له ما أعوفك، أنا يا أمير المؤمنين جئت أيام ومسافة طويلة، وصلتي، أنا قرأت الشعر إلى شاه عباس، بس صلتي أريدها من عندك، لأن الشعر في مدحك يا أمير المؤمنين. بقى هناك إلى منتصف الليل، ما طلع، تعبان وطريق، فغفى، نام في عالم الرؤيا، رأى الإمام أمير المؤمنين، قال له يا رجل أخذ هذا الصك، خذه إلى رجل ثري في بغداد، سفير الإفرنج، هذا نص الرواية، اذهب إليه وطي هذا الصك وتأخذ
ذاك المبلغ اللي انت رايده من عند الهدية تأخذه من ذلك الرجل. قام من النوم شاف الصك موجود في ايده. علي بن ابي طالب اللي يحرك اللي يحرك الشمس الذي يرد الشمس ما يعطي صك، ها هذا اللي رد الشمس ما يعطي صك لهذا الانسان. فشاف صك في ايده، قام الصبح توجه الى بغداد، سال عن سفير الافرنج في بغداد، قال له هذا الانسان تاجر، دخل عليه قال انا عندي لك صك. قال انا انتظرك، أنا أنتظرك. يقول دخلت عليه قال له تدري شنو القصة؟ يقول كنت أنا في باخرة في سفينة كبيرة، وكان مجموعة معاي موجودين، أخذ بنا البحر يمينا وشمالا، البعض من عندنا غرقوا، البعض من عندنا ماتوا عطشا وجوعا. يقول في لحظات شديدة وفي انقطاع شديد، يقول ذيك اللحظة توجهت صحت يا علي، هذا النداء اللي صاح. شنو صاح؟ يا، يقول صرت أنادي يا علي. يقول وإذا بي أنظر إلى رجل ذو سماحة وهيبة وجلال. قال لي لا تعمل شيئا. يقول مشى ومشى إلى أن أخذنا وصلني إلى الساحل. قال كل الأموال اللي موجودة بالسفينة كلهم ماتوا، بقى وحده هو، لأنه نادى يا علي، قال كل هذه الأموال هي لك. قلت له يا مولاي لا أحتاج لهذا المال. قال إذن ضعها عندك أمانة إلى أن تصل إليك حوال منا. يقول جبت بهذا المال أنا خالف في إناء كل ذهب ومجوهرات إلى أن جاءت الحوال من أمير المؤمنين لهذا الرجل الذي أنشد في علي بن أبي طالب واستلم هذا المبلغ. من وين هذا؟ من وين؟ شنو هذه العقيدة؟ شنو هذا الانتماء؟ هذا اللي لازم أعدله في نفسي، هذه العقيدة الصحيحة، هذا الانتماء الصحيح، هذا الذوبان في أمير المؤمنين. هالناس اللي لما تسمع الذين يذهبون ويقعون في أزمة، رجل في مشهد يقول ليوم الأيام رايحين مع عائلتي، إذا أخذنا مكان في بيت في مشهد، يقول إحنا بالردة ضيعنا المكان، في المكان جوازاتنا وأموالنا وكل شيء في ذاك المكان يمينا شمالا، قضايا بسيطة يمكن عندك هذه. يقول في ذاك الوقت توسلت بالإمام صاحب العصر والزمان، سيدي وين أروح؟ ترى أنا ضعت، وإذا ضعت أنا أخسر كل شيء. يقول وإذا بي نظرت إلى رجل ذو هيبة ووقار، قال تعالى يا رجل، أخذ بيدي أوصلني إلى البيت، ثم قال لي أن لكم صاحب، لا تتصور ما عندكم صاحب، أن لكم صاحب وأنا صاحبكم. ما يتخلى عن الإمام، أهل البيت ما يتخلون عنكم في ساعات الشدة والمحنة والألم، أهل البيت يقفون معكم. لذلك خليك مع أمير المؤمنين، وخلي هذه النية الصادقة، وخلي هذا التوسل وهالعلاقة بينك وبين الإمام أمير المؤمنين، حتى تكون مع أولئك الناس الذين في مثل هذه الأيام، هالأيام الكوفة كلها تصيح يا علي، الصيح يا أمير المؤمنين، نساء أطفالا. هالمرة الأيتام الرواية تقول علي بن أبي طالب، يعني كان نموذج ما أقدر أتكلم عنه. علي بن أبي طالب كان ذلك النموذج، اليتيم العسل مو يوكل بالملعقة، لا وإنما يضع أصبعه المبارك في داخل العسل ويلقم اليتيم. بعض الصحابة يقولون كنا نتمنى أن نكون أيتاما حتى يلقمنا أمير المؤمنين بهذا العسل، ولكن ذول الأيتام فقدوا علي بن أبي طالب. هذا يوم ما شافوا الإمام أمير المؤمنين، لأن الإمام مسجى على الأرض. لذلك لما اجى هذا الطبيب، لما جاء إلى الإمام أمير المؤمنين وراد أن يكشف على رأس الإمام، قال ائتولي برئة شاب شاة حارة، ائتولي برئة شاة حارة. جاءوا بهذه الرئة وضعوها في رأس الإمام، وإذا به ينظر إلى بياض مخ الإمام ظهر في هذه الرئة. قال يا مولاي يا أمير المؤمنين اعهد عهدك، فقد وصل السم إلى دماغ الإمام أمير المؤمنين. شنو وصف الطبيب؟ قال أفضل شيء لعلي بن أبي طالب
هو اللبن هو الحليب. لذلك شافوا 70 يتيم كل واحد بيد إناء وبيد فيه حليب ولبن واقف على باب أمير المؤمنين كلهم ينادون يا علي. بكاء ونحيب. فتح الإمام الحسن فتح الباب شاف 70 يتيم واقفين على الباب لأن هؤلاء هم أيتام علي. نقول له سيدي احنا كلنا أيتامك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين الليلة احنا كلنا أيتامك. هم ذول الشيعة بالعالم وين ما تروح شيعتك يا علي يقولون ذول شيعة علي بن أبي طالب كلنا أيتامك يا أمير المؤمنين. لذلك المسلمون وقفوا على دار الإمام. اجى الإمام الحسن قال يقول أمير المؤمنين ارحلوا. الإمام مو بحالة يستقبل أحد يقول فرحلوا جميع الأصبغ بالنبات. يقول أنا وقفت على باب الإمام ما رحت. بعد ساعة خرج الإمام الحسن شافني واقف قال يا أصبغ ألم تسمع كلام أمير المؤمنين؟ قلت سيدي نفسي لا تطاوعني أريد أن أودع سيدي ومولاي أمير المؤمنين أريد أن أسمع منه كلمة. يقول دخل الإمام الحسن استأذن لي من الإمام أمير المؤمنين. أمير المؤمنين قال إذن له بالدخول. يقول الأصبغ بن نبات دخلت على أمير المؤمنين وجدت سيدي ومولاي ممددا على الأرض وقد شدوا عصابة صفراء حول رأس الإمام لا أدري أن وجه الإمام أكثر اصفرارا أم هذه الخرقة. لما يقول لما شفت الإمام ألقيت بنفسي عند الإمام صرت أبكي بكاء كثيرا. التفت إلي أمير المؤمنين قال يا أصبغ إنها الجنة. أمير المؤمنين هالناس هالإيذاء هالألم يقول لقد ملأتم قلبي قيحا. إيش كثر أذوا أمير المؤمنين حتى كان أمير المؤمنين يدعو الله متى يأتي الذي يغضب هذه من هذا. علي بن أبي طالب ينتظر هذه اللحظة متى تكون هذه اللحظة. لذلك ترى أن نساءه وأهل بيته حول الإمام. يقول الأصبغ نظرت إلى أمير المؤمنين يرفع فخذه ويضع أخرى من ألم السم الذي وقع على الإمام. إلى أن كانت اللحظات الأخيرة جاءت زينب. زينب أم المصائب جت عند أبوها. تدري هذه جدها رحل وكانت صغيرة وأمها فاطمة رحلت كانت صغيرة بعد من عدها غير أبوها وخيمة الدار أمير المؤمنين. لذلك مثل الفراشة تدور حول أمير المؤمنين. شافت الإمام عرق أمير المؤمنين قالت أبا. الرواية تقول أن المؤمن الحمد لله هذه عرق السلام. قال لا يا زينب لقد سمعت من جدك رسول الله يقول أن المؤمن إذا حضرته المنية عرق جبينه لطمت على وجهها وضربت على رأسها وهي تنادي وأبتا وعليا أيها الموالون أجركم الله. بدأ أمير المؤمنين يوصي بوصايا الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم الله الله في الأيتام. بدأ أمير المؤمنين يوصي وصايا والإمام الحسن ينادي وأبتا الحسين ينادي وعليا. ضج في دار أمير المؤمنين وأمير المؤمنين وجهوه إلى القبلة. ثم الإمام قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون.
رفقا بي يا ملائكة ربي. الراوي يقول كنت أنظر إلى أمير المؤمنين كان يغمى عليه ساعة بعد ساعة وزينب تلطم على وجهها وتنادي وأبتا وعليا. وأمير المؤمنين يقول هذا آخر اللقاء، الوداع الوداع، واللقاء في الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون يا مؤمنين. وإذا بأمير المؤمنين مد رجله، أيوة سيدا، أيوة، ارفع ارفع صوتك، ها ها، صوت مصيبة كبيرة. رحم الله من نادى وإماما، أيوة غريبة، أيوة عليا، أمير المؤمنين مدد رجله وأسبل يده وغمض عينيه وباضت روحه الدنيا. رحم الله من نادى وعلي، أيوة إماما، أيوة سيدا. وإذا بمولاتنا زينب صارت تلطم على وجهها وتنادي وأبتا، من للصغير حتى يكبر، من لليتيم، أيوة عليا. وإماما تقل أبويا الدنيا من عقبك غريبة، أبويا أبويا الدنيا من عقبك غريبة، أبويا الدنيا من عقبك يتيمة، يا الدنيا من عقبك، يا بويا شلون عقبه ولا ولينا، يا بويا شلون عقبك لا ولينا، يا بويا شلون هالدنيا نولينا، يا بويا شلون هالدنيا، وعليا 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 وإماما، آيا وعليا وعليا وإماما، وعليا وعليا وإمام، وعليا شيعتك هاليوم تنعو زينب الليلة حزينة، شيعتك هاليوم تنع زينب الليلة حزينة، زينب الليلة مصيب، شيعتك تبكي وتنادي، داحي خبر هالمسيه صوب بسيف المرادي، هاي زينب يا ولين تشتكي للنبي الهادي، يا محمد شوف حيدر وسط راسه مصوبينا، يا عليان يا عليان يا عليان،
يا علي يا علي اركان الهداية هدمت بيوم المصيبة أمسة الأيتام حيدر ساعة فراقك غريبة يا علي اركان الهداية هدمت بيوم المصيبة وامسة الأيتام حيدر ساعة فراقك غريبة لا رحت للموت كونك تنظر الحال الحبيبة عنها لا تبعد يا حيدر تعرف الزينب حنينة يا علي يا علي صيح يا علي يا أعلى أعلى شباب أعلى يا علي يا علي يا علي يا علي يا ليلة مصابك يا حيدر ضجت الدنيا الوسيعة طبرة والهام بصلاتك وانت حماي الشريعة ليلة مصابك يا حيدر ضجت الدنيا الوسيعة طبرة والهام يا حيدر وفرة الدنيا الشريعة ردوا بنفس الخيانة فجروا مسجد الشيعة ردوا بنفس الخيانة فجروا مسجد الشيعة يا علي بجامع الصادق وذرة وذرة تقطع عينه يا علي بجامع الصادق وذرة وذرة تقطع عينه يا علي يا علي بجامع وذرة وذرة تقطع عينه يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا عادة علينا السقيفة والبدع واهل المطامع عادة علينا السقيفة والبدع واهل المطامع رادوا ويسكتون صوتك فجروا حتى الجوامع رادوا ويسكتون صوتك فجروا حتى الجوامع يا لكن احنا لكن احنا ويانا حب يا علي وكل المراجع لكن احنا ويانا حبك يا علي وكل المراجع للجهاد وللعزيم والولاية تحضر انا يا علي يا علي 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 يا علي 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 يا علي علي صحنا غيرك ما نريده يا علي بقوة وإرادة صحنا غيرك ما نريده يا علي بقوة وإرادة شما يفجرون بمحبتك عدنا يا أبو حسين عادة شما يفجرون بمحبتك عدنا يا أبو حسين عادة خلي نستشهد بحبك خلي نستشهد بحبك حلوة وياك الشهادة خلي نستشهد بحبك خلي نستشهد بحب حلوة وياك بنصنا يا بحسين تدري يا علي وانت وإمامة يا علي يا علي علي يا علي 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 يا علي يا علي يا ليلة مصابك يا حيدر ضجت الدنيا الوسيعة طبروا الهام بصلاتك وانت حماي الشريعة طبروا الهام بصلاتك وانت حماي الشريعة ردوا بنفس الخيانة فجروا مسجد الشيعة ردوا بنفس الخيانة وفجروا أعلى أعلى ردوا بنفس الخيانة
يا علي بجامع الصادق وذرة وذرة تقاطع عيني، يا علي بجامع الصادق يا علي يا علي يا علي يا علي علي يا علي يا علي يا علي يا عادت علينا السقيفة والبدع واهل المطامع رادوا يسكتون صوتك فجروا حتى الجوامع، عادت علينا السقيفة والبدع واهل المطامع رادوا يسكتون صوتك فجروا حتى الجوامع، لكن احنا ويانا حبك يا علي وكل المراجع للجهاد وللعزيم للولاء تحضر انا يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي 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 يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأمير المؤمنين. مأجورين إن شاء الله، مأجورين. هنيئا لكم هذه الليلة العظيمة المفجعة على شيعة أمير المؤمنين، وهذه الساعات من منتصف الليل توجهوا إلى الله. هذه ليلة القدر، قد تكون هذه الليلة هي ليلة قدرنا. كل واحد من عندنا يقدر هالليلة يتدخل في أن يجعل له قدرا وسنة مباركة بالتوسل إلى الله. توجهوا إلى القبلة بالتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء بالتوسل بأهل البيت. اليوم الباب مفتوح بين أيدينا. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. في هذه الليلة إلهي ليلة استشهاد أمير المؤمنين، ليلة مصيبة زينب، مصيبة أبي عبد الله الحسين. يا الله، هذه الليلة جئنا إليك وبين يدينا مولانا أمير المؤمنين. يا الله يا إلهي، بنداي علي فزت ورب الكعبة، إلهي بنداء جبرائيل تهدمت والله أركان الهدى، إلهنا بشيبة أمير المؤمنين المخضب بدمه انظر إلينا نظرة الرحيم. كل ما واحد هذه الليلة يجتهد في العبادة في البكاء في التوجه، كل ما تقدر تتوجه ابتعد عن كل الدنيا، خلي بينك وبين رب العالمين. نتوجه إلى الله بقلوب صادقة الآن. إخواني أخواتي، الآن توجه وقل إلهي كل من أساء إلي أنا مسامحة، سامح الجن حتى إذا أساءوا إليك، حتى إذا أخطأوا وياك، حتى إذا سووا ما سووا هذه الليلة سامحهم حتى رب العالمين يسامحنا أيضا. فإذا خلي نسامح الجميع بقلوب طيبة طاهرة. نتوجه إلى الله. اللهم أنت أرحم الراحمين، أنت ربنا ونحن عبيدك يا الله. فإذا للسجود، توجهوا إلى السجود. نقرأ مناجاة الخائفين للإمام زين العابدين. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أتراك بعد الإيمان بك تعذبني أم بعد حبي إياك تبعدني أم مع رجائي برحمتك وصفحك تحرمني أم مع استجارتي بعفوك تسلمني حاشا لوجهك الكريم أن تخيبني ليت شعري أل الشقاء ولدتني أمي ليت شعري أل الشقاء ولدتني أمي أم للعناء ربتني فليتها يا لم تلدني ولم تربني وليتني علمت من أهل السعادة جعلتني وبقربك وجوارك خصصتني يا الله فتقر بذلك عيني وتطمئن له نفسي. إلهي هل تسود وجوها خرت ساجدة لعظمتك أو تخرس ألسنة نطقت بالثناء على مجدك وجلالتك أو تطبع على قلوب انطوت على محبتك أو تصم أسماعا تلذذت بسماع ذكرك في إرادتك أو تغل كفا رفعتها الآمال إليك رجاء رأفتك يا الله أو تعاقب أبدانا عملت بطاعتك حتى نحلت في مجاهدتك يا الله أو تعذب أرجلا سعت في عبادتك. إلهي لا تغلق على موحديك أبواب رحمتك ولا تحجب مشتاقيك عن النظر إلى جميل رؤيتك. إلهي نفس أعززتها بتوحيدك كيف تذلها بمهانة هجرانك وضمير انعقد على مودتك كيف تحرقه بحرارة نيرانك يا الله. إلهي أجرني من أليم غضبك وعظيم سقطك يا الله. إلهي سجدنا في هذه الليلة ليلة أمير المؤمنين أنت أرحم الراحمين أنت قلت عبادي أنت الذي قلت ادعوني أستجب لكم. إلهي أجرني من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان
يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار نجني برحمتك من عذاب النار وفضيحة العيار إذا امتاز الأخيار من الأشرار وحالة الأحوال وهالة الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إلهي العاف 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 اطلب العفو من الله إلهي العاف إلهي العاف إلهي العاف يا الله يا الله إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعفو وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكم ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتي وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي إلهي العاف إلهي العاف يا الله عاف إلهي العاف إلهي يا الله يا الله استجب إلهي العاف بكل توجه كل خشوع أنت بين يدي الله هنيئا لكم العاف إلهي العفو إلهي يا الله واغفر لي ما خفي يعني إلهي هنا هنالك ذنوبا أنت سترت علي ارتكبت معاصي أنت سترت علي لا أبي لا أمي لا إخواني لا أهلي لم يطلع عليها أحد إلا أنت يا الله أنت سترت علي ذنوبي يا الله وغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي وأدم لي به ما سترتني يا الله تذكر ساعة الموت شي يصير بنا وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء وأطراف جنازتي وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي ورحم في ذلك البيت الجديد غربتي يا الله يا
أرحم الراحمين. ورحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس بغيرك يا سيدي، إن وكلتني إلى نفسي هلكت سيدي، فبمن أستغيث إن لم تقلني عثرتي، فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي، وإلى من ألتجئ إن لم تنفس كربتي، سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني يا الله. إلهي العاف، 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 إلهي العاف. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي، وأتوب إليه. أطلب حواجب يا الله. يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله، توجهوا إلى الله، ضعوا المصاحف بين يديكم. يا الله، اللهم ارحمنا برحمتك يا الله، برحمتك ارحمنا يا أرحم الراحمين، يا دليل المتحيرين يا الله. إلهي جئناك في هذه الساعة وبين أيدينا محمد وآل محمد، اللهم انظر إلينا نظرة الرحيم. إلهي قدر لنا الخير والعافية، أطلب من الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أدعو للمصابين، للمرضى، للجرحى، أدعو لتعجيل فرج الإمام، أن يعجل في فرج الإمام، وأن نكون من أنصاره وأعوانه، أن نكون من المرضيين عند إمام زماننا. يا صاحب الزمان، سيدي في مثل هذه الليالي توقع على ملفاتنا، سيدي انظر إلينا نظرة الرحيمة. أخطأنا، أذنبنا، ولكن سيدي يا صاحب الزمان، مولاي نحن شيعتك، نحن من محبيكم، نحن من مواليكم. سيدي مرت علينا محن وآلام، انظر إلينا نظرة الرحيمة في هذه اللحظات، في هذه الساعة من الليل. هل مؤمنين وهل مؤمنات وهل توجه إلى الله؟ يا الله، أن يمن على الأمن والأمان على هذا البلد الطيب، على شيعة أمير المؤمنين، يرد كيد أعداء أهل البيت في نحورهم، وينتقم منهم في الدنيا قبل الآخرة. افتحوا المصاحف، خلوها أمام وجوهكم، مو على رؤوسكم، أمام وجهك، بارك الله فيك. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه، وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى، وما يخاف ويرجى، أن تجعلني من عتقائك من النار. اطلبوا حوائجكم إلى الله.
يا الله يا أرحم الراحمين. ضعوا المصاحف على رؤوسكم. يا الله بكل توجه إخواني، لما تقول بك يا الله يعني أقسم بل أقسمك يا الله، لما تقول بمحمد يعني إلهي أقسم عليك برسول الله، يكون تلفظنا لأسماء الأئمة والمعصومين بكل عناية بكل توجه. ضعوا المصاحف على رؤوسكم، اقرأوا معي هذا الدعاء. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك. بك يا الله، 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 بك يا الله يا أرحم الراحمين. في الحديث القدسي من قال 7 مرات يا أرحم الراحمين، الله يقول عبدي اطلب حاجتك أجبتك. يا الله وضعنا هذه المصاحف كتابك المنزل، وضعناه على رؤوسنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم، يا الله يا أرحم، يا أرحم، يا الله يا أرحم، يا أرحم، يا أرحم الراحمين. يا رسول الله السلام عليك، يا رسول الله يا خير خلق الله، يا حبيب الله عظم الله لك الأجر. يا رسول الله بأمير المؤمنين، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا إنا توجهنا وستشفعنا وتوجه جميعا وقدمناك بين يدي. يا رسول الله يا وجيها، يا رسول الله اشفع لنا، يا وجيها اشفع لنا عند الله، يا وجيها يا حبيب الله اشفع لنا. يا الله يا أرحم الراحمين بحق رسولك الكريم، يا الله إلهنا بمحمد، 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 بمحمد،
بمحمد 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 صلى الله عليه وآله. يا أمير المؤمنين يا علي ناد عليا مظهر العجائب تجده عونا كل هم وغم سينجلي بولايتك ويا علي يا عيدها 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 بعد نادي عليا مظهرا تجده عونا لك فين كل هم وغم بولايتك يا علي يا علي يا أمير المؤمنين. هذه ليلة مصيبتك فاجعة كبيرة ضجت الدنيا ضجت الكوفة ضجت الملائكة بمصاب أمير المؤمنين. يا علي شيعتك ينادونك في هذه اللحظة يقدمونك بين يدي الله. يا علي يا أمير المؤمنين يا أمير النحل يا يعسوب الدين يا مولى الموحدين يا مولانا يا أمير المؤمنين نظر إلينا في هذه الساعة يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. يا علي ابن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا علي يا أمير المؤمنين. عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا إلهنا بعلي 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 عليه السلام. السلام عليك يا مولاتي يا فاطمة السلام على المكسورة ضلعا. السلام عليك يا مولاتي يا بنت رسول الله. جاءت إلى علي قالت يا أبا الحسن يا علي أوصيك بوصايا. قال لها أمير المؤمنين يا فاطمة من أين عرفت أن الوفاة دنت إليك؟ قالت يا علي رأيت في عالم الرؤيا أبي رسول الله. قال بني فاطمة إنا مشتاقون إليك وأنا وعمك حمزة ألقى بنفسي أمير المؤمنين
نظرتها المنية قرب ليه الوصف وقت الوصية تقل قرب يا بعد الروح لي قرب ليه ومن عين الدمع خيار يقل لدقل ليل جتهيسين مرتي جبدتي محسن وحسين تقلب وكد غسني ابو الحسنين اريد اللي تشوف عليه تصبر شي شوف يا فاطمة وانا طار لا غسلتني اريدك لا تجس ظل عيومتني شنو سووا يا مولاتي يا فاطمة اللي كانها تقول الامير المؤمنين تقول يا مرعى العبد ضربني يا مرعى العبد ضربني ومن ضربته للقاع ذبني ويلي ويلي لانكسر قلبه ولا رحمني يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا يا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا يا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهتان عند الله اشفعي لنا يا وجيهتان اشفعي لنا يا وجيهتان عند الله اشفعي لنا يا مولاتي يا فاطمة الزهراء سيدتي نظر إلينا إلهنا بفاطمة عليها السلام إلى البقيع يا موالين هل ذهبتم إلى المدينة رحت إلى تلك القبور المهدمة هدموها سيدي أيها الإمام الحسن روحي فداك سيدي أي المصائب جرت عليكم مع بني أمية ماذا صنعوا بكم الآن قبوركم مهدمة يا مؤمنين ما يعجبكم هالليل ناخذ الشمعة نعلقها عند قبر الإمام الحسن هذا كريم وأهل البيت هذا غريب وأهل البيت يا مولاي سيدي أيها الإمام الحسن لك مكان عند أمك فاطمة أنت غريب والغريب له مكان خاص يا أبا محمد يا حسن ابن علي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه
يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي يا وجيهان عند يا مولاي شفع لنا يا وجيهان عند اشفع لنا مولا يا وجيهان عند اشفع لنا يا عند إلهنا بالحسن 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 عليه السلام يا أبا عبد الله يا غريب كربلاء حسين وين الحسيني وين وين الحسيني حسين يا حسين روحي فداك أبا عبد الله حسين وين الحسيني وين وين معشوقك الحسين حسين أروح فدوة فدوة هالأصوات هذه حسين لما وصلت القافلة إلى كربلاء قافلة السبايا نظر جابر قال له عطية العوف يا جابر قم واستقبل حرم رسول الله هذا زين العابدين مع أخواته وعماته يقول جابر أخذ بيده عطية العوف أوصله إلى ركب الإمام زين العابدين ألقى بنفسه على الإمام قال سيدي عظم الله لك الأجر قال أنت جابر قال بلى أنا جابر قال يا جابر ها هنا قتلت أطفالنا يا جابر ها هنا سبيت نساؤنا يا جابر ها هنا قتل أبو عبد الله يا جابر ما تدري ايش صار بينا بينا ابونا انقتل واحنا نسبيان واذا بمولاتي العقيلة زينب على المحمل التفتت الى الامام زين العابدين يا ابن اخي اين قبر اخي الحسين مشتاق لاخويا من زمان ما شفته واذا بالامام زين العابدين قال عمه هذا قبر ابي الحسين القت بنفسها من على الناقة احتضنت قبر الحسين منادية واخاه وحسينا يا اتقل اخويا نجيتك وجبت الراس وياي انا جيتك وجبت الراس وياي ومن اليسر جانت بيت الواي أبا عبد الله أني خجلانة من عندك ليش خجلانة يا زينب لأني تركت رقية بالشام أخويا أخويا إيش يقول للي ناشدني من الناس أخواتي حسين ويانا ويانا عباس أقول حسين ظل جثة بلا راس وعباس النفل قطعة ويمين
يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا أبا عبد الله بمكانتك عند الله يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهنا عند اشفع لنا عند يا وجيهنا عند اشفع لنا يا أبا عبد الله يا وجيهنا عند اشفع لنا عند يا الله إلهنا بحرمة أبي عبد الله الحسين إلهنا بالحسين 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 عليه السلام إلهنا بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بعلي ابن الحسين عليهما السلام إلهنا بمحمد ابن علي 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 بمحمد ابن بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي عليهما السلام إلهنا بجعفر ابن محمد 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 عليهما السلام يا موسى ابن جعفر يا باب الحوائج إلى الله يا مولاي انظر إلينا في هذه العشية نظرة رحيمة اللي موجودين إلهي كلهم عندهم حوائج وهذا موسى بن جعفر باب الحوائج إلى الله يا الله يا موسى بن جعفر نظر إلينا مولاي إلهنا بموسى بن جعفر 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 بموسى بن جعفر
بموسى بن جعفر عليهما السلام. يا الله يا علي بن موسى الرضا، يا أنيس النفوس، ويا شمس الشموس، أيها المدفون بأرض طوس، أيها الإمام الرؤوف. دخيلك يا علي بن موسى الرضا، نظر إلينا مولاي في هذه الليلة أيها السلطان. إلهنا بعلي بن موسى، بعلي بن موسى، هنيئا لكم بعلي بن موسى، بعلي بن موسى، بعلي يا الله، بعلي بن موسى، بعلي بن موسى، بعلي بن موسى، بعلي بن موسى عليهما السلام. إلهنا بحق جواد الأمة باب المراد إلى الله، مولاي محمد الجواد، إلهنا بمحمد بن علي، 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 بمحمد بن علي عليهما السلام. إلهنا بعلي بن محمد، 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 بعلي بن محمد عليهما السلام. إلهنا بالحسن بن علي، 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 بالحسن بن علي عليهما السلام. يا صاحب الزمان، يا مولاي، العجل العجل العجل، الساعة الساعة الساعة، الفرج الفرج الفرج، يا مولانا يا صاحب الزمان، أدركني أدركني أدركني، الغوث الغوث الغوث. يا الله يا مولاي، يا مؤمنين، إمام زمانكم في هذه الليلة يمضي على سنة كاملة من أعماركم، اطلبوا الله، توسلوا بإمام زمانكم أن يجعل هذه السنة سنة أمن وأمان وخير وبركة، يكون فيها فرج مولانا صاحب الزمان، أن يمن على هذا البلاد بالأمن والأمان، أن يدفع كل سوء عن هذه البلاد وعن شيعة أمير المؤمنين وعن العتبات المقدسة أعداء أهل البيت. اسألوا الإمام أن يرد كيدهم في نحرهم، أن نكون من المرضيين عنده، أن يحسن عواقب أمرنا، يسهل أمورنا. كل من له هم وغم له حاجة بحق هذه الليلة
يا مولاي يا صاحب الزمان انظر إلينا نظرة رقيمة يا مؤمنين. ذلك الرجل نظر إلى الإمام قال له الإمام قل لشيعتي أن يدعوا لي بتعجيل الفرج أن يدعوا لي بتعجيل الفرج اللهم عجل لوليك 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 الفرج يا صاحب الزمان سيدي يا أبا صالح يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا يا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجة يا صاحب الزمان يا وجيها يا صاحب الزمان يا مولاي يا وجيهان عند اشفع لنا عند يا أبا صالح يا وجيهان اشفع لنا عند الله يا مولاي يا صاحب الزمان سيدي انظر إلينا نحن برعايتك نحن تحت أياديك سيدي نظر إلينا في هذه الليلة يا صاحب الزمان دخيلك مولاي أقسم عليك بأمك فاطمة بضلعها المكسورة تنظر إلينا نظر مولاي هذه الليلة يا الله إلهنا بالحجة 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 عجل الله تعالى فرجه الشريف اطلبوا حوائجكم إلى الله استغلوا هذه الفرصة هذه الفرصة يا مؤمنين هذه لحظات لا تعوض استغلوا هذه الفرصة شنو عندكم حاجات اطلبوها الآن من الله وخلينا 14 معصوم هو الواسطة بيننا وبين الله يا الله ادعوا للجميع ادعوا ذول الجرحى المصابين اللي بالمستشفيات اللي ما يقدرون يجون بالبيوت ادعوا للجميع اللي ما عندهم ذرية اللي عندهم هام اللي عندهم غام اللي عندهم مرضى ادعوا للجميع ان يفرج عن الجميع شبابنا وبناتنا الله يحفظهم من كل سوء ان شاء الله ينور قلبهم بالإيمان والهداية والتقوى ان نكون مرضيين عند الإمام الحج اطلبوا حوائجكم الى الله اللهم عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وضاقت الأرض ووسعت وإليك يا رب المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء
اللهم صل على محمد وآل محمد الذين أمرتنا بطاعتهم، وعجل اللهم فرجهم بقائمهم، وأظهر إعزازه يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي. اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث الغاث الساعة الساعة الساعة. أدركني أدركني العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين، يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، وبحق التسعة المعصومين من ولد الحسين. فرج عنا يا الله يا الله. نقرأ هذه الآية الكريمة لقضاء الحوائج. الآن وقت الاستفادة من كل المجلس، الآن 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 ساعات استجابة الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يا الله أما أما يجيب أما يجيب. يا الله يا الله يا الله. أما يجيب يا مجيب المضطر ويا كاشف السوء. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم أرض إمام زماننا عنا يا الله، وفقنا لنيل رضاه، أقض حوائج المحتاجين، اشف مرضانا والمصابين والجرحى يا الله، اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء. اللهم أعداء أهل البيت رد كيدهم في نحورهم يا الله. شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا من عليهم بالأمن والأمان والنصر يا الله. من له هم وغم اللهم فرج عن همهم وغمهم يا الله. اللهم احينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم تقبل منا هذا القليل بأحسن قبولك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا وفي كل
وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعثنا أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان وإلى شهدائنا سيما شهداء جامع الإمام الصادق إلى أمواتكم جميعا. الفاتحة مع الصلوات.